بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. نرحب بكم في أول لقاء معكم بعد طوفان الشعب الهادر، طوفان 15 من فبراير المجيد، ذكرى الثورة المجيدة، الذكرى الثالثة لحراك هذا الشعب العظيم، ما بين استحقاق وآخر، وفي كل محطة يبرهن شعب البحرين على إصراره وتماسكه بأساليبه السلمية ومطالبه المشروعة العادلة، مستمراً في حراكه، متحدياً ومتجاوزاً ما نزف منه من جراحات، وما هما منه من دمع، وما قدمه من معاناة. مسيرة 15 من فبراير المجيدة طوفان بشري وملحمة من ملاحم الشعب في ثورته المباركة وحراكه العريق، وهي برهان من براهين الإصرار والصمود. هذا المد البشري لو أنصف وتم احترامه وتقدير مطالبه لهز العالم، فالتقديرات تقول بأن نسبة عدد الحضور وصل إلى 300,000 متظاهر، وهي نسبة عالية من المواطنين لأسهم في تغير معادلات المنطقة. فيا ترى ما هي دلالاته وتأثيراته على الساحة المحلية والإقليمية؟ نستضيف هذه الليلة السيد جميل كاظم، رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والأستاذ خليل المرزوق، المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مصحوبين بالصلاة على محمد وآل محمد. في البدء سيتحدث السيد جميل كاظم، رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مناقشاً ومحللاً أبرز ملامح هذا الطوفان البشري الهادر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، ورحمة الله وبركاته. سأقف وقفة عامة تحليلية أو قراءة بشأن كما عبر الأستاذ علي حبيب بالطوفان البشري والملحمة التاريخية. وهناك عدة وقفات وتأملات ممكن أن نقرأها من عدة زوايا. الزاوية الأولى، أتصور الاستعداد الجيد المسبق والجهوزية الكاملة لحدث تاريخي عظيم كالذي حدث في 15 فبراير. وهذا الاستعداد ممكن ملاحظة من خلال الحشد الإعلامي بكل الوسائل الإعلامية الحديثة، من خلال بالذات مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال المنابر السياسية التي حشدت
الناس كل الناس. فأعتقد عمل بهذا الحجم وبهذه الضخامة يحتاج إلى جهود مضنية واستعدادات عملاقة تتناسب مع عملقة الحدث وتداعياته المهمة والخطيرة في التاريخ السياسي. فمن الملاحظ هناك استعداد على مستوى الكوادر، على مستوى الإعلام، على مستوى الدعم اللوجستي الذي أفضى إلى وجود حدث بهذا الحجم. ثانياً، البرنامج المتنوع والذي سبق المسيرة والذي ساهمت فيه كل القوى بدون استثناء وعلى رأسها الجمعيات السياسية التي قدمت برنامجاً متنوعاً على تقريباً مدة أسبوع، لو لاحظتم من الجمعة أو أكثر من أسبوع، من الجمعة إلى السبت هناك فعاليات، مسيرات، وقفات، حشد. تكامل، أعتقد تكامل عمل الوقفات أو المسيرات أو الاعتصامات مع وجود مسيرات ظهرت في يوم الخميس من الصباح الباكر. أكثر المناطق خرجت المحسوبة على قرى وبلدات المعارضة، ظهرت في مسيرات سلمية. لا شك هذه أعطت دفع كبير وتكاملي لمسيرة الخامس عشر. فأعتقد وجود هذه البرامج المتنوعة والاعتصامات والتجاوب مع عدم حتى قضية ارتياد الأسواق والمؤسسات الرسمية في يوم الخميس وحملة ونجاح حملة التكبير والرسائل وحملة الرسائل الإلكترونية التي حدثت مع أوباما أو مع الأمين العام للأمم المتحدة، وحتى لاحظتم جاء الرد سريعاً من الأمين العام، وهذا إنجاز كبير إلى المعارضة وإلى القوى الشبابية التي سهرت في تلك الليلة أن تعمل بهذه الطريقة الممنهجة المنظمة. ثالثاً، الاستجابة الكبيرة كماً ونوعاً، يعني بكل لاحظتم من خلال القرى والبلدات والمناطق تقريباً لا تجد أحداً في البيت أو لا تجد أحداً في الشارع. كل الناس بدت من ساعات مبكرة قبل انطلاق المسيرة إلى التوجه إلى موقع هذا الحدث التاريخي، ولا شك هذا يدلل على استجابة واسعة جداً. يعني لا أبالغ إن عبرت إن أكثر من 80% من قوى المعارضة كجمهور شارك في هذه المسيرة. هذا من حيث الكم، من حيث النوع كذلك، يعني الكبير والصغير، الشاب والشابة، المرأة، الطفل، كل هذه الفئات. وإذا تحلل حتى نوعية الحضور من جميع الفئات، سواء كان طلبة، كان عمال، موظفين، دكاترة، مهندسين، تجار، علماء دين، كل هذه تدلل على أن الحدث هو حدث أمة، وهي مسيرة شعب لا مسيرة شرذمة بين قوسين، شرذمة قليلون أو فلول سنقضي عليها فيما وعدوا. أعتقد أن نحن أمة ونحن شعب حينما تواجدنا في هذا المكان وفي هذا التاريخ وفي الزمان الاستثنائي والتاريخي. التنسيق بين القوى السياسية والتكامل حشد كل التيارات في هذه الملحمة. هذه نقطة مهمة جداً، تنسيق لحدث، يعني التكامل لحدث وإبعاد الفعالية بالذات الكبرى يوم السبت عن أي تجاذب سياسي أو أي تداخل سياسي بين كل القوى، ولها كل الشكر والتقدير والاحترام على هذا التعاون
ولا شك ساهم بدرجة كبيرة في نجاح هذا الحشد وهذه المسيرة. وأستطيع أن أقول يعني في قوى المعارضة لم يستثنى أحد لم يشارك، يعني هذا مو مبالغة، يعني لا يعود الفضل في المشاركة فقط للوفاق أو جمعيات سياسية معارضة، لا، الإنسان يعرف يشوف الحشد ويشوف التنوع والحضور المتعدد والمتنوع من تيارات متعددة في المعارضة. أعتقد أنه نجاح كبير للقضية وللمشروع والمطلب الإصلاحي والسياسي. في نقطة مهمة أعتقد كانت بارزة وواضحة وصارخة، المشاركة الملفتة للمرأة. كل لاحظتم في الفعاليات السابقة خصوصا في الأشهر الأخيرة، في المهرجانات، في الاعتصامات، في الوقفات، في المسيرات، هناك ضعف، ما أستطيع أسمي أعبر عن ضعف، نوع من الحصار شوي في الحضور النسوي أو المرأة. بينما إحنا كنا في هالمسيرة النساء يمكن لم يكن يساوونا فكانوا أكثر منا، وهذا كان ملفت جدا. وأعتقد أن حضور المرأة بهذا الحجم يدلل على وعي وحيوية وثبات وصمود وإصرار من هذه الفئة المهمة التي تمثل نصف المجتمع أو أكثر. المسيرة العملاقة والتاريخية تجاوزت كل المعوقات وتعالت على الجراح وسجلت رقماً قياسياً جديداً. أعتقد خصوصاً في 2013 إذا نقف وقفة حصاد على ما أصاب الشعب وما أصاب المعارضة بشكل عام، جميع فئاتها وتياراتها، من محاكمات، من تنكيل، من قمع، من مصادرة، من ظلم، من تمييز، من تحريض، وإذا هي تخرج بهذه الروح وبهذه الحيوية وهي بهالعزيمة وبهذا الإصرار، هي تعالي على الجراح وإثبات وجود أننا هنا أصحاب مشروع، أصحاب قضية. فأعتقد وكثير من الأمم تتعب، خصوصاً خصمك والذي يعيش الصراع معك يراهن كثيراً على تقطيع الوقت. تقطيع الوقت قد يفتر الإرادات ويفتر الحراك. وأعتقد أن تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد في تاريخ البحرين السياسي غير المعهود في تاريخنا، على الأقل في 100 سنة التي مضت، أتصور أنه انتصار سياسي كبير له مداليله وله معطياته. في المقابل الإعلام الرسمي المبجل تخلف عن مواكبة الحدث كعادته، بل وحاول أن يتماهى مع بيان وزارة الداخلية. ولاحظتم الصحف المذكورة الغراء حينما تصور حتى الصورة اللي ماخذتنا صورة وزارة الداخلية، ما عندها يعني كاميرات، ما عندها مصورين. فحاولت أن تتجاهل الحدث وتعطيه الصورة بأن هناك عنف وهناك تخريب وهناك 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 كعادتها، في بينما في المقابل تحاول أن تبرز 4000 أو 100 من جهة معينة محسوبة على النظام بعشرات الآلاف، مثل اللي حصل في 450,000. ها؟ فأتصور اليوم، يعني أنا كنت غردت في الأسبوع الفائت على اعتقال المصورين، إحنا كم عندنا 10 ما 12 مصور، يعني واحد يطالع المسيرة فيها آلاف المصورين، إذا في المسيرة فيها 200,000 300,000 فيها 200,000 مصورة بين جهاز آيفون وسامسونج وغيرهم الأجهزة الحديثة والكاميرات، ما شاء الله، من نساء، من رجال، من كبير، من صغير. فأعتقد أنها يعني أهمية وجود هذا الحشد الكبير من المصورين والموثقين للأحداث والانتهاكات، هذا رصيد سياسي وحقوق كبير بالنسبة لنا.
في الحقيقة المسيرة هي بمثابة استفتاء في تصوري. لو احنا في عالم وفي منظومة وفي دول تحترم إرادات الشعوب وتقدر آراء الشعوب وحرية التعبير وقيمة رأي الشعب، حين ما يطلع 200,000 أو 300,000 أو 100,000 أو 50,000 ما شئت عبر بهذا الحجم بالنسبة والتناسب يعني بين البحرين وبين أي دولة أخرى، وترفع مطالب الشعب الديمقراطية والعدالة والدوائر الانتخابية والقضاء النزيه والبرلمان لمثل الشعب وكل المطالب هذه في مسيرة بهذا الحجم، هذا ما يعني ماذا يعني؟ استفتاء حقيقي على مطالب الشعب. طولت الظهر. أوكي. مسيرة بهذا الحجم في دول أخرى تسقط حكومات، مع لما نقول أنظمة بعد يقول تدعو لإسقاط النظام، تسقط حكومات. يعني تصور البحرين كم هذه الثورة مظلومة، كم هذه النهضة مظلومة، كم هذه الانتفاضة مظلومة، كم هذا الحراك مظلوم. لو تعدد من 2011 إلى 2014 كم مسيرة فيها عشرات الألوف، 200,000 و300,000 و150,000 و100,000 و50,000 وتقريبا شبه أسبوعي، يعني أنت ما بتطلع 20,000-30,000-40,000. وفي المنعطفات التاريخية المهمة في أحداث الثورة بتطلع 200,000 و300,000. كم هذه الثورة مظلومة من النساء من الرجال من جميع الفئات، بينما نلحظ إحنا دول كبرى ودول إقليمية تدعم جماعات وعصابات تتسلح لإسقاط أنظمة وتمارس الإرهاب وتعتبر هؤلاء ممثل شرعي للمعارضة وتدعمهم إعلامياً ودبلوماسياً ولوجستياً ومالياً وتسليحياً ومخابراتياً. وكم تلحظ أن قنوات، أعطيك مثلا قناة واحدة، قناة الجزيرة، كم ساهمت في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا؟ إحنا ولا قناة عربية واقفة معنا، ما عدا القناة المعروفة، قنوات معروفة محدودة، لكن القنوات المؤثرة المهمة يا متجاهلة أو متناسية أو ضدك. ولكن برغم ذلك كله تلاحظون الحدث فرض نفسه على أهم وسائل الإعلام والوكالات الدولية، أهم وكالات الإعلام في ذلك اليوم، بل حدث في خلال 3 أيام، تاريخ 13-14-15 إلى أمس 16 تقريبا، هناك وجود وحضور البحرين كانت خصوصا يوم 15 ويوم 14 هي من أبرز الأحداث العالمية وفي وكالات الأنباء عالمية. حالة الانفعال والاستفزاز غير المبررة من قبل السلطة، مو تجاهل إعلامها وشبه إعلامها، لا، حالة استفزاز. لاحظتون استفزاز بيان وزير العدل، تصريحات المتحدثة باسم الحكومة، وآخر هذه الاستفزازات هو توقيف الرواديد اليوم 7 أيام، توقيف الحاج صمود وغيرهم. يعني لمتى تتعلم السلطة عندنا؟ لمتى يتعلم النظام؟ شعب طالع 150,000-200,000-300,000 أيا كان رقم بهذا الحجم، وكما ذكرت أنه استفتاء على مطالب، يعني هل ممكن تجاهل هذا الحجم وهذه الإرادات وهذه الآراء وهذه المطالب والتمسك باستفزاز هنا، تعطيل نقاط تفتيش في بداية المسيرة واعتقال أشخاص في ما بعد المسيرة وبيانات نارية أكثرها تهريج في تهريج عن عنف وإرهاب وكذا، تجاهل كل هذا الحدث وفي فترة
هو يدعي مقبل على حوار الذي يخلق الأجواء يبرد الأجواء فيها. طبعا أنا بكتفي لأن أجتني إشارة عندي نقاط أخرى. تفضل. نشكر سيد جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. طبعا التحليل كان أخذ على كل جوانب المسيرة المحلية. بقية أن نشير قبل أن ننتقل إلى محور التحليل الخارجي والعلاقات الخارجية، أكمل على ما تفضل به السيد جميل. القنوات الفضائية لم تستطع أن تتجاهل الحدث، يعني حتى فرانس 24 ليلة المسيرة كانت تقول غدا شعب البحرين يخرج في مسيرة مليونية، فكان الترقب الحدث كان كبير، وهو ما يدل على الاستعداد لهذه المسيرة كما تفضل أستاذ السيد جميل. نبقى مع الأستاذ خليل المرزوق المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ربع مليون شكر، وفعلا ربع مليون شكر كما قال سماحة الأمين العام، إلى كل من ساهم في هذا الطوفان البشري. هذه الروح، تفضل سماحة السيد، قال لي قول روح وليس بشر، روح وعنفوان لهذا الشعب الذي حضر وسطر الملاحم، وكأن الثورة تنبعث، الثورة السلمية تنبعث من جديد، وروح الشعب ينبعث من جديد. إذا أردنا أن نقيم شيء معين علينا أن نقيم البيئة، أو نغوص في البيئة التي نقيم من خلالها هذا الحدث. فما هي البيئة التي انطلقت فيها المسيرة؟ ذكر الأخ العزيز السيد عن بعض النقاط المهمة. أيضا نحتاج أن نتعمق في بيئة المسيرة، البيئة الأمنية، البيئة السياسية، البيئة الإقليمية والدولية، البيئة الاجتماعية. ومن خلال هذه التحليلات ممكن أن نفهم المسيرة وعنوان المسيرة وضخامة هذه المسيرة. خلنا نبدأ بالعنوان الأمني. عادة السلطات تستخدم القبضة الأمنية والقمع والبطش لإخافة الناس ولإحجامهم عن التعبير عن الرأي. جاءت هذه المسيرة لتقول كل ما قمتم به من قبضة أمنية، من ملاحقات، من تعذيب، من مداهمات، من كل هذه العناوين، من فصل، من أن هذا لن يوقف شعب البحرين بهذه الروح وبهذه الضخامة. يعني المعادلة، أردنا أن نقيس معادلات، أن القوة والبطش تجلب الخوف، تحجم الناس عن المطالبة والتعبير عن الرأي، عن الحضور، عن المشاركة. هذه معادلة الخوف الناتجة عن القبضة الأمنية سقطت، ما عاد يعني من يراهن على الخيار الأمني واستمرار الخيار الأمني ما عاد يجدي مع هذا الشام. ما يعرف بالربيع العربي، الصحوات العربية، سمها ما شئت، وإحباطاتها لن نتحدث عن تقدم. تأتي هذه المسيرة في إحباطات ما يسمى بالربيع العربي والصحوة العربية. يعني لدينا تجربة نجحت إلى الآن، لا، تونس تتقدم قليلا، مصر هناك بعدين، بعد أمني وبعد تقدم في خارطة الطريق، دستور ما شابه، انتخابات قادمة رئاسية عليها إشكال، إلى الآن الوضع غير مستقر. من يقيم الأوضاع في كل ما عرف ببلدان الربيع العربي يقول إن هذا ليس ربيع، هذا خريف وصقيع وجهنم وما شابه. ولكن تأتي هذه المسيرة وتقول أنا لا علي من كل ما يجري حولي
أنا في البحرين لدي هدف واضح، مطالب واضحة، لدينا روح وصمود، ونحن سنحقق ما عجز عنه الآخرين. هذا عنوان كبير جدا، يعني لو قسناه بباقي الشعوب هناك تردد، حقيقة هناك تردد من أن يخوضوا نفس ما خاضت بعض الدول التي يعني الآن تعثرت. دول كثيرة بها مشاكل، ودول كثيرة بها طموحات سياسية للتغيير السياسي. لا توجد دولة عربية حقيقة إلا وشعوبها تتوق إلى الحرية والكرامة والمشاركة والنظام الديمقراطي الحقيقي، ولكن الوضع العربي لا يشجع، الثورات العربية لا تشجع بأن يكون هناك زخم بمثل ما يحدث في البحرين. فهذا عنوان يتميز به الشعب البحريني. أيضا معادلات الإقليمية والمعادلات الدولية التي غير واضحة أين تصب في القضية البحرينية، الشعب البحريني يقول بالاصطلاح الإنجليزي hang on، إحنا ما لنا نخص بكم، نتأثر، بس إحنا ماشين في ثورتنا بغض النظر أنتون رحتون فوق أو نزلتون تحت. صار إن في دعم للديمقراطيات وفي دعم للثورات أو ما في دعم للثورات، إحنا ماضين في طريقنا. يعني بعض الشعوب أيضا تحاسب إلى هذا المعطى، هل سيساعدنا أحد بطريقة مباشرة مثل بعض الدول أو لن يساعدنا أحد؟ اليوم لو بعض الدول الغربية والإقليمية تقول أنا لن أساعد بعض الدول من غير تسميات، بعض المعارضات من غير تسميات، يتوقف كل شيء، يبند، ما في ثورة ولا في مطالب، ويكتفون بالوضع القائم. الشعب البحريني لن يراهن ولم يراهن على أساس أن إذا كان هناك تدخل ودعم وتسليح وإعلام أو ما شابه 3 سنوات ومستعد أن يستمر 1000 عام، 1000 يوم مضى و1000 عام الأنشودة. فهذا البعد الإقليمي بهالبعدين الزاويتين. هناك بعد إقليمي في أن يساند أو لا يساند هذا الشعب، نتواصل مع الشعب مع البعد الإقليمي أو البعد الدولي أو لا نتواصل مع البعد الدولي، هذا يختلف عن النقطة التي ذكرتها عن دعم استعداد الدعم أم عدم استعداد الدعم وتوقف الثورة الإصلاحية. هنا معطى آخر في هذا البعد، هنا تغير في المعادلات الإقليمية، ويأتي ضرورة أن تكون هناك حركة أو مسيرة بهذه الضخامة لاستحقاقات قادمة. ذكاء الشعب البحريني على أساس نقيم قيمة هذه المسيرة، أنه لا ينتظر أن تكون هناك استحقاقات ثم يتحرك، وإن كان يستطيع أن يتحرك أو لا يتحرك، هو يتحرك بمعزل، بذاتية، باستقلالية، ولكن لقراءته وقراءة قياداته لما يمكن أن تتمخض عليه المنظومة الدولية والمنظومة الإقليمية من ناحية على أقل تقدير الإحراج، ماذا عن الشعب البحريني وعن مطالب الشعب البحريني؟ وأنتم تقولون وعملتم وفعلتم وخضتم الحروب وساندتم وما شابه في كل هذا المعطى. فلذلك اقتناص الفرص وخلق الفرص من خلال مثل هذه المسيرات ومن خلال هذا الحضور. أيضا الجاهزية، يعني دائما كنا نكرر وقياداتنا تكرر أن هذا الشعب جاهز لتلبية النداء. هذا العنوان في السنة الثالثة يقول أننا جاهزون لتلبية النداء. ما الذي حرك الوضع في البحرين؟ ما عرف بالربيع العربي، وجاءت الضغوط وجاءت الحروب وجاءت إسقاطات الأنظمة بالأسلحة وما شابه والتعثرات وكل هذا، والشعب صامد ومستمر، حاضر بمئات الآلاف بعشرات الآلاف، الآن يحضر بهذا الزخم في 15 فبراير. ماذا بعد كل هذا الحضور؟ هذا الحضور أهميته مثل ما انطلقت شرارة الربيع العربي وكان هذا جاهز، هذا الحضور ماذا يخبئ المستقبل في بعد الإقليم وبعد
المنطقة ككل، يعني هذا الشعب حاضر. هذه قيمة أيضا مضافة إلى هذا الحضور، أن هذا الشعب حاضر وعلى السلطة. رسالتي باختصار وبشفافية، على السلطة أن تحاسب عندما يصبح هذا الحدث. هذا الحدث شنو ممكن يكون؟ ما مقدار هذا التغير في الإقليم؟ ما مقدار المعادلات؟ هذا الشعب بهذا الحضور وممكن أكثر، إذا خرج في تلك اللحظة التي بها استحقاقات تتغير فيها المعادلات، ما هي المعادلة؟ كيف سيكون التفاوض؟ هذا موجود في التفكير وغير موجود في التفكير. لذلك نقول إذا كان هناك مسارات للمخادعة، وأن نقول أن هناك حوار وما شابه، وهذا الحوار لازم يغطي القمع، والله ما يوصل إلى نتائج. لا، الشعب 3 سنوات، هذه نقطة يمكن ما قبل الأخير، شعب 3 سنوات مستمر في هذا القمع، في أكلح الظروف القمعية الداخلية وسوداوية الوضع الإقليمي والعالمي، فلن يتنازل. يعني إذا كان هذه سياسة تفاوض، فإحنا نقول هذه لن تفيد مع هذا الشعب. الشهداء، وخصوصا اليوم نتكلم عن ذكرى الخميس الدامي، مجزرة الخميس الدامي، شهيد علي المؤمن، شهيد محمود أبو تاكي، شهيد عيسى عبد الحسن، شهيد علي خضير، وأيضا ما سبقهم من شهداء، شهيد علي مشامع وفاضل متروك حاضرون، أرواحهم وأرواح كل الشهداء حاضرون في المسيرة. عطاء الدم، كان البعض ينتقد عطاء الدم، يعني أنتم ثوريين بمعنى أن أنتم مجرمين وأنتم عنفيين. لا، عطاء الدم، هؤلاء لم يكونوا يحملون أسلحة ولا راحوا يفجرون، بالعكس هم فجرت رؤوسهم، بعضهم فجر رأسه. عطاء الدم بمعنى التضحية التي تأتي من الظلم الذي يقع على الإنسان ويستشهد هذا الإنسان، جزء منه هذا عطاء. وأن هذا الشعب يقول لشهداء: أننا لن ننساكم يا شهداء، مو على مستوى الشعار، وإنما على المستوى الواقع العملي، لأن من سقط وقدم وضحى، سواء شهداء، عوائل الشهداء، المصابين، الجرحى، المعذبين، المسجونين، المفصولين، المسحوبة جنسيتهم، المساجد المهدمة، فيها عطاء. هذا الشعب يحمل رسالة هؤلاء، يقول أننا مستمرون في هذا العطاء. هناك نقاط كثيرة أيضا إذا أردنا أن نحلل، ولكن يمكن أن نتابعها فيما سبق، ولكن نقول أن هذا الشعب حافظ على عنفوانه بصبره بصموده، حافظ على مطالبه، حافظ على تواجده، سيحافظ على كل هذه المعاني. من يريد أن يراهن ويستمر الرهان على معادلات إقليمية تخدمه، قوى إقليمية تخدمه، حسابات قمع وبطش وتخويف تخدمه في التنازل عن حق، أو لا، لم يخرجوا للمطالبة بظلم أحد. إحنا ما خرجنا من أول يوم على أساس أن هناك حق لإنسان على هذه الأرض نسلبه ونأخذه، كل ما طالبنا به حق لنا وللآخرين. فهذا العنوان، عنوان الحق، هو عنوان أيضا مهم جدا. هذا الجمع وغيره وما سبق وما سيليه لم يخرج ولن يخرج في أي يوم لكي ينتزع حق أحد ويأخذه بغير حق، هو يطالب فقط بحقه ولا سوى حقه، لحق هذا الشعب جميعا، والحمد لله رب العالمين. نشكر الأستاذ خليل مرزوق، المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. طبعا مجال الأسئلة والمداخلات مفتوح لمن يحب، موجود الأسئلة المكتوبة وموجود المداخلات. سأخذ سؤالا مع الأستاذ السيد جميل، ومن ثم مداخلة للدكتور طه الدرازي اللي استعد. أستاذ سيد جميل، في ملاحظة في الكلام اللي تفضلت فيه
تحدثت عن التنسيق والتكامل بين جميع القوى العاملة على الأرض في هذه الثورة المجيدة. هل تعتقد بأن النجاح الكبير لو خل طرف بالتنسيق ما سيقل الزخم؟ في المقابل تحدثتم عن إعداد جيد للمسيرة، كيف نوازن بين هذين الأمرين؟ أتصور يعني أن يمكن أبو إبراهيم تطرق لبعض النقاط المهمة، هي قضية الذي حصل والذي حدث هو نتيجة جهود مضنية. يمكن أنا تكلمت في بداية التحليل للمسيرة، يعني متراكمة منظمة منسقة، بس هذا لا يعفينا عن وجود عنصر التضحية. عنوان التضحية عنوان حاضر في ذاكرة الشعوب، وكما يقولون في علماء النفس يعني حاضر في اللاشعور وحاضر في الشعور، يعني في الأحداث التاريخية يستدعي هذا الشعور إلى موقف ويسقط على موقف. الدماء، الظلامات، العذابات، التحريض اللي أشرت إليه، التنكيل، المصادرة، هذه كلها في الحقيقة هي رصيد كبير. يعني يمكن ما نشعر نتألم، ولكن في وقت الاستحقاق ومواقف الرجال تجد أن هذه التضحيات هي أكبر رصيد للحضور والعنفوان والتواجد. أتصور بأن موضوع التنسيق مهم جدا، يعني أنا لا أستطيع أن أقول يعني أن عدم التنسيق مع بعض القوى في الساحة السياسية يعني سيضعف المسيرة بشكل كبير جدا، لا، هناك إعداد، هناك تنسيق، هناك رصيد تضحيات، هناك حضور لأغلب القوى، ولكن له تأثير سلبي واضح. مهما حاولنا أن نتهرب من الواقع، التنسيق يعني أو على الأقل قد يخلق بعض التجاذبات، وهذه التجاذبات ستكون في المنتديات الاجتماعية والمنتديات السياسية والإلكترونية، هذه ملحوظة يعني لا نجامل بعض. فكلما تعالينا على هذه التجاذبات وكان قضيتنا أمامنا ومشروعنا أمامنا ومطالبنا أمامنا وتعالينا عن صغائر الأمور مع بعضنا البعض، في النهاية نحن أصحاب قضية، كلنا يعني بدون استثناء أصحاب مشروع، أصحاب مطالب. كلما جنبنا أنفسنا الدخول في معارك وهمية أو صغيرة أو تجاذبات، أنا أعتقد أن حراكنا مو فقط في الميدان من خلال مسيرة. تلاحظون يعني حتى التجاذب اللي حصل ليلة الجمعة، عما تدخل المجلس إلا الناس مشغولة بالتلفونات، شغالة على أوباما وشغالة على الرئيس على بانكيمون. يعني هذا جهد، يعني 4 ساعات عشرات الآلاف من الرسائل راحت إلى المجتمع الدولي، مهمة جدا، دلالة على الحيوية والنظام، وأثمرت وأعطت وأنتجت. فأنا أعتقد كل ما كان هناك تنسيق وتناغم وتكامل بين كل قوى الشعب، والتي هي في الحقيقة يعني انعكست في 2011، في فبراير 2011 انعكست من أيام الدوار وامتدت إلى أن قمعت وحوصرت و ولكن بعد ما يسمى بالسلامة الوطنية بدأت تتعافى من جديد وتتراتب الأمور وتتنسق. كلما هناك تنسيق وترتيب وتكامل في المسار الميداني والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي والتكافل الاجتماعي، استطعنا أن ننتج واستطعنا أن ننجز مشروعنا بشكل أوسع وأسرع وأقوى. مداخلة للدكتور طه الدرازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر الأخوة المتدين الملاحظات اللي أبدوها، وأنا أيضا عندي بعض الملاحظات. طبعا نحن نشكر الجماهير اللي شاركت في المسيرة واللي قدر عددها ما بين 250,000 إلى 300,000، وطبعا هذه التلبية من قبل الجماهير الواحد ما يستهين فيها، لأن أن تستجيب الجماهير بهذه القوة وتنزل في الشارع
من الظهر من الساعة 1:30 أو 2 وتتجمع وتشارك في المسيرة من بدايتها، هذا شيء الواحد لازم يقدره. وإحنا ما نقول ربع مليون شكر، نقول مليون شكر، كل واحد إلى 4 شكرات من الجمهور من الجماهير. وطبعاً كالمعتاد الجماهير شاركت حتى النهاية، سواء كان من طرف الرجال أو النساء وحتى الأطفال، وهذا شيء يعني يمكن ما تحصله في كثير من المسيرات أو المظاهرات في الدول العربية. وهذا إحنا حيوية شعبنا هذه بهذه الطريقة. لكن هناك بعض السلبيات اللي أعتقد أنه يجب أن الواحد يركز عليها حتى في المستقبل يتلافح تكرارها. أولاً الشعارات، طبعاً الشعارات أنا في نظري كانت كلش ضعيفة ومكررة، وعلى الاستعدادات اللي يعني عملت للتحضير للمسيرة، إلا أن أن يتراولي القائمين على المسيرة ما بذلوا الجهد في أنهم يعني يشحذون الهمم حتى تطلع شعارات قوية بمستوى الحضور. على الأقل إذا ما عندنا شعارات نردد الشعارات اللي كانت تتردد في عام 2011، وكانت شعارات قوية ولا زالت صالحة للمرحلة، كانت شعارات ضعيفة، يمكن مشينا مسافة كلش طويلة ما كان في أي شيء، ما كانت الجماهير تردد أي شيء، يعني ساكتين، يعني ضاع وقت علينا وتعبنا وإحنا نريد بس نسمع صوت. فأنا أعتقد الشعارات جدا مهمة بالنسبة للمسيرة، والشعارات اللي صارت من قبل يفترض ما تتكرر. الشيء الآخر أنه صحيح أنه ترددت بعض الشعارات اللي يمكن القائمين على المسيرة ما كانوا يحبذونها والكل يعرفها يعني، بس هذا مو في إيدهم هم يعني، لأن في بعض الجماهير إليها تطلعاتها وإليها طموحاتها وإليها شعارات خاصة بها تريد ترددها، لأن هذه المسيرة ملك للكل، والقائمين ما أتصور يقدرون يعني يكبحون جماح المجموعة من الجماهير اللي تحب تردد الشعارات هذه. والسلطة إذا كانت يعني متحسسة من مسيرة ولا متحسسة من شعارات، يعني أنا ما قادر أفهم يعني هالحساسية لمتى بتضل. يعني إذا أنتم تريدون تقبلون على حوار، افترض فيكم أنتم تروحوا على الأقل المستشفى يعطونكم براو ولا شيء حتى يطيرون هالحساسية من عندكم، وشوية يعني تستعدون حق الحوار حتى تنجحون وتثبتون ان البلد مقبله على تطورات ايجابيه. يعني ترى لي هذا اكثر شيء يعني الواحد ممكن يقوله، بس انا اكد على مساله الشعارات. واعتقد ان الجماعه في الوفاق وفي كل الجمعيات عندهم امكانيات. نقطه مهمه ايضا بالنسبه لمشاركه الجمعيات، يعني كثير من الجمعيات ما شاركت بشكل فعال، وهناك بعض الجمعيات ما تشارك نهائيا، يعني عندها موقف وكأنما هذه المسيرات غير مرخصة ويخافون يشاركون. ما أعرف ليش ما يشاركون، يعني يفترض في القائمين على تنظيم المسيرات يسألونهم يعني ليش ما تشاركون، أنتم جزء من الشعب، أنتم جمعيات سياسية، ليش هذه المواقف السلبية؟ يعني الواحد في نهاية الشيء يريد يقطف الثمار، واللي يعني يعزي واللي ما يعزي لكن العيش الحسين يعني في النهاية. شكرا. شكرا دكتور طه. في تعليق سيد. طبعا أشكر الدكتور طه على المداخلة طيبة. أتفق معه، يعني قضية الشعارات كانت يعني مستهلكة، وأكثرها يعني ما تتناسب، يعني حتى على قوة واحد احنا نسمعهم يعني يبقى يصرخ حده يعني بهالحضور هذا، يبقى انت على قولتنا تصرخ من دبوس راسك يعني. فكانت الشعارات مكرورة، وبعضها بعد شنها ردادية عزة يعني ما باقي لنا نحلق. فأنا أعتقد هذه النقطة إذا هني في مال فعاليات والمركز الإعلامي يلتفتون لها النقطة. أنا خاشينها بس فضحنا دكتور طه جابها يعني، فأكد عليها. حساسية السلطة من بعض الشعارات والاستفزاز اللي عبرنا عنه يعني من خلال بيان منفعل ليلة يوم هذا، من خلال بيان 18 إلى 20 ألف، زين، أو من خلال تصريحات السيدة المتحدثة باسم الحكومة واعتقال الأخوة وغيرها. أنا أعتقد أن
أعدل ثم نم وآمن. هاد وقوف على الحساسيات، قالوا هالشعار، قالوا هالكلمة، وقالوا هالفعل، وسووا كذي، وتكبرون الأمور في الإعلام، وكأنها المسيرة العملاقة اللي البحرين كلها في الشارع اللي بديع ما تشوفونها، وتشوفون بعض الشباب شوي اللي ماخذنهم الغضب وماخذنهم الحماس، وكلها من ردات فعل من سياساتكم، ظلمكم، قمعكم. احنا ما احنا ما نغطي، احنا يقولوا وزير عدل تتغطي، احنا مو نغطي، بس احنا نشوف، خلينا نشوف الاسباب. يعني الاسباب هي قد هالظلم وهالفساد اللي صاير في البلد، وهالتلكؤ وهذا المماطله في قضيه الذهاب الى اي حل جدي. اتفق معك في قضيه مشاركه بعض الجمعيات، يعني كان يعني المفروض يكون لهم ظهور اكثر في المسيره، وبعضهم أعتقد لازم فعلاً عيد النظر في قضية مشاركتها، خصوصاً بعض الجمعيات السياسية الآن هي مشاركة في أغلب فعاليات وأنشطة الدبلوماسية والسياسية والحوارية مع المعارضة. يعني شو بقى يعني؟ يعني هذه أنا أعتقد أنت تشارك في الحوار، وتشارك في الزيارات الدبلوماسية، وتشارك في اللقاءات الدولية ومنتديات ووزارات خارجية، باقي الميدان. يعني أنا أعتقد أن خصوصاً المسيرات مختار عنها وأغلبية الناس تشارك فيها، فأعتقد تحتاج بعض الجمعيات لمراجعة موقفها. شكراً سيد جميل. أستاذ خليل، هل لا زال الشعب البحرين يصرخ في الظلام بعد هذا الطوفان الهادر؟ لا أعتقد أنه كان يصرخ في الظلام، ولا في المستقبل سيستمر هذا الظلام. هناك استحقاقات طبيعية، يعني في محطات معينة تفرض استحقاقات طبيعية، وهذه الاستحقاقات تأتي شاءت السلطة أم يعني لم تشاء. يعني لا أحد يتصور أن دستور 73 كان بإرادة السلطة، وهي كانت تريد أن يكون هناك دستور وبهذه الكيفية، ولا الميثاق، ولا حتى دستور 2002 اللي مختلفين فيه بعد انه يكون موجود. سلطة تريد ان تمارس دور يعني الهيمنة على كل المقدرات من غير محاسبة، تفرض عليها بعض الظروف الاقليمية الدولية ما شابه يعني الدعائية انها توجد، مثل الان امين عام تظلمات، المفوضية العليا لل المساجين، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجود انتخابات ومجلسين، كل هذا مو رغبة في السلطة أن تكون هذه المؤسسات. بس إذا الخيار بين أن لا تكون ويكون هناك مشكل مع المجتمع الدولي، فخلنا نسوي خيار ثاني أو ثالث. الخيار الثالث هو أن تكون هذه المؤسسات الشكلية موجودة، ولكن الغالب عليها يعني كلها بالتعيين بصورة يعني مباشرة وغير مباشرة، انتخابات نيابية موجودة ولكن التشريع مو بيد المنتخبين، يهيمن عليه الشورى المعين، فمحصلة التشريع تأتي من خلال التعيين وليس من خلال الانتخابات ودخول في عملية الدوائر. الآن اللي قدمت إليه في البعد الإقليمي والتغيرات الإقليمية وما شابه وما يمكن أن تكون عليه المنطقة، الوضع الإقليمي، الوضع الدولي، هذا يفرض أيضا استحقاق آخر على السلطة تتجاوب معه أو يفرض عليها الحلول، أما أن تكون على ما يقولون بحرينية أو دولية. هل تنتظر السلطة أن يفرض عليها الحل أو لا تبادر إلى الحل ويكون هذا الحل مقبول من الشعب الذي خرج وسيخرج وسيلب بالنداء أينما طلب منا. المحطة الأخيرة هي انتخابات قادمة، سلطة يتراوى لها أن يعني بس أن نجيب المعارضة ونجيبهم إلى الانتخابات. انتخابات يحضرها الشعب مو المعارضة، يعني النائب اللي بيروح يرشح روحه هذا شخص، تحتاجون إلى 40 واحد في 100-200 يروحون يرشحون روحهم. كم واحد بيروح يرشح هؤلاء؟ هل هم 320,000 الكتلة الناخبة، أو راح يرشحهم 11,000 مثل ما صار في الانتخابات النيابية السابقة التكميلية؟ هذا العنوان قد لا يكون ضاغط في انتخابات 2012. ما يدري السلطة أنه إذا أقامت انتخابات ولم يحضرها إلا 11,000
كيف سيتعاطى المجتمع الدولي لو قرر المجتمع الدولي وقال أن هذه الانتخابات باطلة لا تعبر عن الإرادة الشعبية؟ هذا خيار مراهنة، فلن يصرخ الشعب البحريني في الظلام، لأن في أمور كثيرة ممكن أن تتغير، وهذه الأمور لكن الأساس فيها تغيير هو حضور هذا الشعب. يعني مو نروح نشارك مهزهزين في الانتخابات تالي نقول المجتمع الدولي بيرفض الانتخابات، لا، نرد نجيب صفروها، وصفروها بمعنى الكلمة، على هالأساس أن العالم ينظر إلى الإرادة الشعبية. إذا الإرادة الشعبية موجودة، قالوا عن بعض الدول هذا انقلاب عسكري لو مو انقلاب عسكري، صار في جدل ولا زال هذا الجدل من غير تسمية وتعرفون، ولكن عندما يكون هناك حضور شعبي حتى من لا يعتقد، من يحاول أن يستخدم هذه الورقة، لا، هذا الحضور الشعبي. إذا هذا الحضور الشعبي ونحن مطمئنون أنه سيكون حاضر بهذه الفاعلية بهذه الروح، لا، إحنا منتصرون، منتصرون بمعنى نحقق مطالبنا. مداخلة من أحد الأخوة الحضور، طبعا مجرد شكر، يشكر بدون سؤال. أولا أحب أن أشكر كل مواطن شارك في هذا الطوفان، وأقبل كل إنسان شارك، والله يوفق الجميع. شكرا لك أيضا. في سؤال للأستاذ سيد جميل كاظم، هناك يعني سؤال مكرر: السلام عليكم، ما هو ردكم على تصريح تويت الذي صدر من الأخت نزيهة سعيد؟ وشكرا. هو نفسه معاد بصيغة ثانية: هناك مآخذ على المسيرة أنها ذات طابع ديني، هل هذا صحيح؟ تفضل سيد. يعني أنا أستعين بكلام أستاذ خليل حينما عبر البيئة، تكلم عن البيئة السياسية، البيئة الدولية، البيئة الإقليمية، البيئة الأمنية، هناك بيئة إعلامية تحريضية مضادة، هناك ممارسات على الأرض، هناك بيئة اجتماعية للحدث. إحنا لا نستطيع أن نتناسى هذه البيئة. يعني المجتمع البحريني هو مجتمع محافظ بشكل عام، شئنا أم أبينا. يعني كما كان في تاريخ، يعني حتى لو إحنا رحنا في تاريخ 100 سنة اللي هي فيها ثورات وفيها حركات، كان الحراك في تلك الفترة الحراك يعني الجماعات اليسارية، الجماعات البعثية، القومية، الناصرية، أيا كان، يعني هذه التيارات عاشت في 70s وفي 60s وفي 50s وغيره من السنوات، وهي حاضرة موجودة ومتحالفة لحد الآن مع القوى السياسية اللي هي أصولها أصول دينية، يعني أو قاعدتها قاعدة كالوفاق وغيرها من الجمعيات السياسية. أعتقد أن الحاضنة الأكبر لكل هذا الحراك ولكل هذا التنوع ولكل هذه التيارات هي قاعدة محافظة في الأساس، يعني محافظة يعني بمعنى أنها متدينة بشكل عام. فأي شيء طبيعي، يعني حينما نتحدث أن نعطي طابع المسيرة أنه طابع ديني، خب هال200,000 كم عالم دين فيهم طلعوا؟ كم؟ 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000 من 300,000، نسبة مهملة رياضيا. يعني كون الناس اللي تطلع بعد عليهم دفيف وعليهم كذا وعليهم حجاب وعليهم كذا، أنا أتحدث عن بيئة اجتماعية. إحنا بيئة نمخ مجتمع، يعني طبيعة مجتمعنا هكذا. بل وهذا يعني أنا في تصوري، يعني حتى هذه الصورة، يعني يمكن خصوصا هذه تعكس خصوصا جانب النساء اكثر من الرجال. الرجال في ناس كرفته وناس بدله وناس عمامه وناس ثوب، واحد باطلون وواحد متنوعين، يعني اكو، بس النساء اكو كلهم اكثرهم يعني السواد الاعظم بين، يعني وهي دليل على انه فعلا ان هي القاعده الاجتماعيه الاساس هي قاعده محافظه متدينه بشكل عام. يعني بس لا يعني هذا يعني يهون أو نستطيع أن نستهجن من الحراك والمسيرة ودلالاتها ومطالبها. طيب ما يعني أيًا كان الآن اللي طالعة هذه متحجبة وغير متحجبة، اللي طالع متدين أو غير متدين، شنو المطلب أساسًا؟ مطلب شراكة وطنية، دولة قانون، دولة مؤسسات، عدالة للكل، الخير للكل. هذا هو الإسرائيلي الذي يجب أن نحكم عليه، لا أن نتوقف عن بعض المظاهر أو بعض الصور أو كذا أنه طابع حديني أو كذا. أنا أعتقد بالعكس يجب أن نشكر كما تفضل الأخ كل من ساهم.
عالم دين، المرأة، الرجل، التاجر، الطالب، العامل، الكولي، كل من ساهم في هذه في الحقيقة الانتفاضة الكبرى، الملحمة التاريخية يوم السبت، يجب أن نشكره ونشد على أيديهم. هذا هو الأساس. شكرا سيدنا. في إضافة للأستاذ خليل؟ يعني أضيف من بعد آخر، يمكن أن في لبس على فهم الدولة المدنية، وأن معنات الدولة المدنية أن يغيب أي مظهر من مظهر الدين، وهذا مو مطروح يعني. فيسامحونا أي واحد يعني إذا كان الفكرة من إنشاء دولة مدنية هي أن نقضي على الوجود الديني والأي مظهر ديني، فهذا مو مطروح. هاي نقطة الأولى، خلنا نكون واضحين يعني. النقطة الثانية، الدولة المدنية أن تحترم العادات، تحترم التقاليد، تحترم الموروثات، موروثات دينية، موروثات عربية سميها، بعض آيات قرآنية سميها موروثات، يعني إذا بتروح بهالاتجاه، إذا ما بقول تحترم الدين، أساس الدولة الدين المدنية أن تحترم المعتقد. تحترم المعتقد يعني المعتقد شنو ترجمة المعتقد؟ في ممارسات، في شعائر، في ما شابه. فلا نخلط بين أن المطلب والهدف الدولة المدنية، وأن إذا شفنا معمم يتحدث في السياسة نقول تقوم القائمة وتقول لا، المحمم يجب أن لا يتحدث في السياسة. طبيب يتحدث في السياسة، المدرس يتحدث في السياسة، كل من يتحدث في السياسة يتحدثون في السياسة، يكون ناشط سياسي ما شاء. النقطة الثانية في أو الثالثة في الموضوع، ائتني بتيار سياسي أي انتماء كان متمسك بالقيم والمبادئ الديمقراطية مثل التيار الإسلامي الشيعي اللي متمثل في جمعية الوفاق الآن، اللي كل السهام متوجهة إليه، يشرك المرأة، يتحدث بأسلوب ديمقراطي، يمارس العملية الديمقراطية، هو يشرك كل الفئات والتحالفات الموجودة في تيارات إقصائية إسلامية، يعني مو المتشددة بعد، ولكن لا تتحالف حتى على مستوى التحالف مع القوى اليسارية والعلمانية وما شابه، إنها خط أحمر. إحنا الممارسة الطبيعية في الحوار وفي النقابات العمالية، في اتحاد العمال، في المجلس الطلبة، في كل مشوارنا السياسي كان ممارسة حقيقية إلى الوحدة الوطنية والتحالف ونموذج وطني. فلا نروح في مفاهيم أما أن احنا مو مستوعبينها عدل، مع كامل احترامي ومعزتي للصحفية، وأعتقد أن نيتها يعني طيبة، تريد أن يعني مثل ما تفضل الدكتور بعض الشعارات ما شابه، هي تحاول أن لا أحد يعني يسيء إلى المسيرة أو فهم المسيرة بهذا الاتجاه. بس خلونا بعد نفهم وخلونا نكون واضحين، إذا مطلوب من الحركة في البحرين أساس تسوي دولة ديمقراطية، أن كنا يعني نحلق اللحى وكنا نشيل الدفيف وكنا ما شابه، يعني نتبرى من العلماء ونتبرى من القرآن ونتبرى من المساجد، لا هذا مو مطلوب. هذا يعني ما بزيد الحين أنا عليه، بس هذا مو مطروح. خلنا نقول هذا لا مطروح، إحنا لن نذهب إلى دولة مدنية علمانية متصلبة، لا هذا مو مطروح بعد. فإحنا منروح إلى دولة مدنية بمعنى أن الكل يشترك فيها، ولكن تحافظ على الدين، من يريد أن يتعبد يتعبد، تحترم ديانة أي إنسان. خلنا نكون في هذا الفهم عشان لا نرد نكرر هذا الموضوع أكثر من مرة في أكثر من منعطف، في المسيرة، في الحوار، في بعض قانون الأسرة، واحد يجيب لي ما أدري شنو، لا هذا ما له علاقة، لا نخربط في المفاهيم وتالي نختلف على شيء إحنا مو مختلفين عليه، بس نحاول أن نوجد لنا خلاف. شكرا سعد الخليل. بستمر وياك سؤال إشارة بالبيان الختامي للمسيرة، حيث فيه كلمة نعاهد بعدم التنازل عن المطالب. يسأل السائل المحترم، ما مدى هذا التعهد في المرحلة القادمة، وماذا تقولون للشعب بهذا التعهد؟ يعني إحنا مارسنا هذا العهد في 3 سنوات الماضية، كانت هناك عروض، إغراءات، كان هناك تهديدات، كانت هناك كوابح، سميها ماشي، يعني يقولون إن هذه الدولة تقول لا،
وذاك يقول لنا رفعتون الراية أو ما رفعتون، النظام يقول لنا يغرينا كم مقعد في الحكومة وتعالوا دشوا، كم مقعد في البرلمان اقعدوا في البرلمان، لا واصلوا لا تنسحبون. كل هذه يعني هذا العهد كان يمارس، يعني مو شيء جديد. الآن هذا العهد يستمر؟ نعم يستمر. ما هو العهد؟ في حقوق أساسية، يعني أنا لا أستطيع، قلنا لا أستطيع أن أتنازل عن حق المساواة، ولا أستطيع أن أتنازل عن حق الكرامة. يعني أي نظام سياسي لا يحقق الكرامة، المساواة، العدالة للجميع، الشراكة للجميع، أنا لن أتنازل عنه. وين محل التفاوض؟ خليني أكون بكل شفافية وكل وضوح، على أساس بعد أنا لا يأتي لي أحد ويقول لي أنت تنازل، أنت تعهد وأنت تنازل. قلنا أن موضوع الشهداء المعذبين، الجرحى، المفصولين، المحاسبة، هذا مفصول عن التفاوض السياسي، هذا بروحه له حسابه له مساره المختلف. فهذا أنا عندما أتفاوض ما أتفاوض على هذا الموضوع. النقطة الثانية، بعد المساواة والعدالة والكرامة وما شابه، في الحكومة المنتخبة في أشكال، حكومة المنتخبة التي تأتي من الانتخاب المباشر، حكومة المنتخبة التي تأتي من خلال التمثيل البرلماني، حكومة المنتخبة التي تأتي من خلال التمثيل البرلماني بصيغة معينة، أن رئيس الحكومة من تمثيل فيها كم ما شابه. إحنا هني مساحة التفاوض بما يفضي إلى المصلحة الوطنية وحفظ الحقوق الأساسية، هني مساحة. هذه لا حد يجي يقول لي باكر أنتون وثيقة المنامة كانت حكومة منتخبة وبعدين هذه الصيغة اللي أنت تطرحها أو وصلت إليها أنا لا أشعر أنها حكومة منتخبة. قلنا صوت لكل مواطن، الآن معناته 6,000 7,000 لهم دائرة واحدة، في دائرة فيها 4,000 والباقي فيهم كلهم على 6,000 7,000 5,500. هاي الدائرة هذا مو صوت لكل مواطن، أنت عهد تعهد وانت تنازل. لا، المصلحة الوطنية تقتضي ان في دائرتين مثلا ان نتنازل عن ان يكون 100% تساوي. هني المصلحة الوطنية تقتضي، بس مو المصلحة الوطنية تقتضي ان انا اروح في دائرة 700 ودائرة 17. هذا يسمونه تنازل اذا صار هذا الوضع. وهذا ينطبق على الدوائر، ينطبق على الحكومة، ينطبق على المجلس التشريعي، ينطبق على الامن، ينطبق على القضاء. ممكن اشياء اليوم أقول أمن للجميع، هل أستطيع أن أدمج كل مكونات المجتمع البحريني اليوم؟ يعني أستطيع أن أجيب مشير شيعي ولواء شيعي وقائد جيش شيعي وما أدري ويش شيعي اليوم؟ ما يصير، لازم يخوض حرب ولازم يروح وتدريب وما شابه. فيعني في أمور لازم تجيب تسلسلها، ما أقدر أسوي الإدماج 50-50 أو بنسبة التمثيل أو هذه المناصب أجيبها في ذات اليوم. فلا أحد يقول لي إيه بس إحنا ما جبتون لأن هاي المنصب وذاك المنصب في الأمن، ما تصير يعني. شكرا سعد الخليل. سؤال للسيد جميل، لماذا 15 فبراير هو زمان استثنائي؟ سؤال آخر، هل تعتقدون أن النظام يعير اهتماما للرقم؟ ف300,000 عنده تساوي 20,000 بالضبط، كما أن 20 صوتا تساوي صوتا واحدا انتخابيا. أولا بالنسبة إلى موضوع 15 فبراير، أنا حين ما تحدث أن 15 فبراير هو حدث استثنائي وتاريخي وملحمي، أنا أعتقد هو مرتبط أساسا ب 14 فبراير. يعني 14 فبراير هو فعلا تاريخ ملحمي في ومطلبي بالنسبة للشعب البحرين يجب أن يحفر في ذاكرة الجيل، هذا الجيل والجيل القادم وفي التاريخ. بمعنى حتى لو الله زين وفق وسدد وأعطانا ونصرنا إن شاء الله وحققنا مطالبنا، هذا التاريخ ما يغيب من ذاكرة الأجيال، يبقى. اليوم في كل الثورات في العالم وكل الحركات وكل الانتفاضات في العالم هناك يسمونه في الحضارة هناك مفاتيح للحضارة، من أهم المفاتيح هذه الأحداث. هناك في أحداث استثنائية في حضارة كل شعب في الدنيا، في شخصيات استثنائية، في حدث استثنائي، في موقف استثنائي. فأعتقد أن 14 فبراير هو حدث استثنائي في تاريخ البحرين، انفجار
الجماعي الضخم هذا اللي حثث في 2011 وإلى يومك هذا وممتد وبوتيرة في الحقيقة غريبة عجيبة يعني تنبع عن حيوية وصمود هذا الشعب. فأنا حينما أقول أن 15 هو حدث استثنائي أنا ما أربطه في نفس اليوم يعني تاريخ 15 يوم السبت، أنا أربطه أساساً بحدث 14 فبراير. هاي من ناحية. من ناحية ثانية موضوع قضية الرقم، أن إحنا طلعنا 200,000 أو 300,000 زين، هو قد يقابله ب20,000 أو 1,000 أو أقل. أتصور أنا غير معني كثيرا بتعاطي النظام في موقف أساسا في تقييمي، بمعنى لو تخرج 500,000 وأنتوا لاحظتم في أكثر مسيراتنا مسيرة تصك لها 100,000 يقولون 4,000. ليش؟ هذا دلالة الرقم مهم وحساس بالنسبة لهم، حساس. تتصور أنت أقرأ، أنا ذكرت في أحد التحليل المسيرة الاستفزاز اللي مارس النظام السياسي على ردات فعل على المسيرة، بيانات، تصريحات، محاكمات، تحقيقات، ما أدري ليش. صدقني لو طالعين 10,000 4,000 ولا معني بكم ولا بيستدعي حتى الشباب ولا بيطلع بيان بعد. يقول أستاذ خليل، إحنا يوم سألوا الأخوة قبل قليل إن إحنا هل لازلنا نصرخ في الظلام؟ لا، إحنا ما نصرخ في الظلام يا أخي، اليوم إحنا نصرخ في النور. حضورنا في الأمم المتحدة، حضورنا في أوروبا، حضورنا في آسيا، في أفريقيا، وين ما نروح في الدنيا محاضرين على هالجهود المتواضعة وهذا الحصار، لكن اليوم حنصرخ في النور. قضيتنا اليوم، مشروعنا السياسي لا تجذر في الأرض، ثابت قوي. فأعتقد أن احنا علينا في كل حدث تاريخي وفي كل انعطافة وفي كل مفصل أن نسجل رقما جديدا. ما تحسبه اليوم تحسبه باكر. العمل السياسي، العمل الحقوقي، ترى نتائجه ما تجي من خلال يعني في ما قال كان حجي خليل قبل شوي يعني كن فيكون، لا مو كذي، هو عمل تدرج، تراكم خبرات، تكامل جهود مضنية متراكمة كنت تأخذ لها سنوات، لكن النتيجة تأتي في النهاية مع خلوص النيات وصدقنا مع القضية وتفانينا وإخلاصنا وجهودنا المضنية. أعتقد هذا التراكم، تسجيل هذه الأرقام، حضورنا الحيوي في كل مسارات. وأرد أؤكد يا أخوة، أرد أؤكد، لا يصيدنا فتور لا في المسيرات ولا في المسار الإعلامي ولا في المسار الحقوقي ولا في المسار السياسي ولا في المسار الاجتماعي. إحنا نريد انتصار ونريد فعلا زبدة لهذا الانتصار ونتيجة مقنعة مرضية، يجب أن نتحرك في كل هالمسارات وبقوة. كل ما فترنا ترى تراكمت أمامنا التحديات والمعوقات وتأخر النصر أو تحقيق مطلبنا ومشروعنا في النهاية. فأعتقد أن احنا يجب أن نكون حاضرين وأن نكون حيويين ومتوثبين وواعين وأذكياء وأن نخلص في كل جهودنا في كل هالمسارات السياسية، الإعلامية، الحقوقية، الميدانية، الدبلوماسية، ستجدون النتيجة. ترى يمكن بعضكم يعني يحس ساعات يمكن جبنا مقارنة مع الربيع العربي والصحوات العربية، وبعضهم سماه الثورات العربية وبعضهم سماه الخريف العربي وسماه الصيف العربي. الصيف والخريف هاي اللي صارت والشتاء هادت كترى إحباطات، هاي تقييم للإحباط اللي صار في دول. صح، سقطت أنظمة أو سقطت أصنام في الأنظمة، النظام بقى، لكن تعال تشوفها. تستطيع اليوم يعني مصر، اليمن، ليبيا تقدمها نموذج؟ لحد الآن ما تستطيع تقدمها نموذج. صح احنا تأخرنا وإحنا ظروفنا، لأن تعرف أنا يعني ما بدخل في أمور
حاولوا تطييف الحراك في البحرين والثورة في البحرين، معطاها بعد ديني وبعد طائفي، وحوصرت إعلاميا خصوصا في العالم العربي. وهذا سبب ترى في معوق كبير، في يمكن يعني وكابح كبير أمامنا في الوصول إلى إنجازاتنا. ولا تعال لو بتقارن ثورة البحرين أو حركة البحرين أو نهضة البحرين، لا بتسميها أو حراك البحرين، بأي حراك في العالم العربي، ما في مقارنة يا أخوة يا أخوات، من حيث العدد، من حيث التنوع، من حيث التعدد، من حيث السلمية، من حيث الوعي، من الحضور والحيوية الموجودة. هي المفروض تكون أول الثورات منتصرة وأول الحركات منتصرة، ولكن في أمور كثيرة. أنا أعتقد الطريق مضني وفي جهد جهيد، لكن ثقوا يا أخو يا أخوات، كلما طال علينا الأمد هناك غربلة إلينا، هناك امتحان إلينا، هناك نضوج، هناك بصيرة، هناك فهم، وإن شاء الله يأتي النص على أساس يعني خلنا نقول طبق من ذهب راقي يعني جدا. شكرا سيد جميل. طبعا برجع شوي إلى المسيرة وأجواءها، في بعض الأسئلة عامة بنرجع لها. إلى أي حد تعتقد أن المسيرة أثرت في البعد العالمي؟ مسيرتنا سلمية وحركتنا سلمية، وندعو إلى أن تكون سلمية تامة 100%، وندين العنف ولا نشجع على، لأن ما يخدمنا لا من منطلقاتنا الدينية، دينية بمعنى أن احنا عندنا خوف حلال وحرام، احنا نخاف أن نطفي مسألة الحرام لأن هذا الشخص اللي بتضربه أو ما أدري إيش يصير أن أنت مو تضربه بحق. النقطة الثانية الإنسانية، طبيعتنا سياسيا أيضا ما يخدمنا أي عنف، أي مقدار من العنف بكل وضوح، هذا ليس خوف من المحاكمات أو ما شابه، هذا العنوان ما يخدمنا، لا خدم شعوب أي دولة من الدول اللي شهدت الربيع العربي، لم يخدمها العنف حتى مع استعداد دول كبرى لدعم العنف إلى درجة الحرب، ما خدمها نهاية المطاف، ما خدمها غير التدمير، يعني لم تحقق نجاحات على المستوى السياسي ودمرت البلد. يعني كل واحد من الطرفين يقول واستعادت قوات النظام المنطقة الفلانية، طالع تدور في التلفزيون وين المنطقة اللي ركام وايش استعادت، وزي ما المعارضة تجي تقول بعد انها والمعارضة سيطرت وطهرت المنطقة الفلانية من النظام الشبيحة والنظام، وما وايش طهرت، ما في شيء، كله ركام، وايش سويتون انتم، احنا ما نبغى نروح فيها ولا اقل من هذا المنحى. فالنقطة الثانية، اكيد العالم يفهم الحضور، يفهم الحضور الجماهيري القوي ما شابه، فيقيم يقول هذا الشعب بهذا الزخم عقب كل هاي اللي جرى عليه يأثر فيه لو ما يأثر فيه، لو ما شاف حضور، ما شاف 15 فبراير و9 مارس وشاف الاستمرار المسيرات، كان يقول للنظام خلاص انت خلاص يعني ما عندك شيء، ما عندك مشكلة، ما يجيب مفردة والحل في البحرين يتطلب حوار جاد جامع يفضي إلى حل ذي مغزى يحقق طموحات ومطالب الشعب البحريني بأكمله. هذه العبارة ما بتشوفونها، بتشوفون أن ندين الاعتداء على فلان فلتان ما أدري شنو العنف وانتهى، ومن حق الدولة أن تكافح الإرهاب، نقطة على السطر، ما في شيء غير. فما الذي يأتي ب الحوار وضرورة الحوار وضرورة ولا حل في البحرين، الخارجية الفرنسية بعد الإدانة، السفراء بعد الإدانة للحادث، كل هذا يأتي أن فعلا أن هذه تغير المعادلات، وتغير المعادلات بأن السقوف الآن، والسقوف مو معناته إسقاط النظام وإصلاح النظام، يعني أنا بس أتعمدت أجيبها لأن في واحد لما أجي أقول أن هذا القمع يرفع السقوف لا يهبطها، سيدة يتبادر إلى الدهن أن السقف أو السقوف معناته إسقاط النظام، يعني لما منرفع السقف يعني منرفعه في إسقاط النظام مو في إصلاح النظام، لا مو كذي. يعني إذا واحد بيتفاهم على مفردة من مفردات الحل السياسي، لذلك سموها سقوف مو سقف. فيعني أنا أستغل عشان أوضح بعد الانتقادات. فالكلام في
هذا العنوان الحضور الجماهيري، لما تجي إلى السفراء ولما تجي إلى الخارجيات ولما تجي إلى بان كي مون ولما تجي إلى الأمم المتحدة وتناقش يوم زين أوكي أنتم دشوا الانتخابات وعدلوا من الداخل، نقول لهم لا، هذين إحنا عاهدناهم إنه يكون صوت لكل مواطن، هذين ما بيدشون انتخابات ما بيروحون يرشحوننا، فرضوا إن إحنا الوفاء رشحت أبو حسن وقلنا لا روح الانتخابات، ما حد الأخوان هني ما عاد بيروح ينتخبه لأن ما حققنا له صوت لكل مواطن، فهذين لن يقبلوا، فهذا يساعدنا فإحنا لما نناقش ويا المجتمع الدولي ترى إحنا ما نتكلم عن 10 أنفار في الأمانة العامة ولا نتكلم عن 20,000 40,000 رسميين مسمى الوفاة، نتكلم عن شعب، هذا الشعب يطالب بمطالب عادلة يفوضنا في مساحة معينة بس في أشياء معينة ما يفوضنا فيها. فالسند اللي بختم فيه في الكلام اللي قال السيد إن الطريق مضني ويحتاج إلى جد، مو ننام بعد 15 فبراير ونقول أوه طلعنا 15 فبراير 300,000 وخلاص بعد مطالبنا تحققت، محتاجين إلى 15 فبراير تتكرر كل ما دعت الحاجة، محتاجين إن الاستمرار الحركة السلمية أن تستمر، فهذا العنوان اللي يأثر في المجتمع الدولي إذا تراجعنا، إذا انتهت مسيرة 15 فبراير نقطة ما في استمرار ولا في إعادة تكرار، لا المجتمع الدولي ما بيدعمنا. طبعا عندي 10 دقائق وأربعة أسئلة نحاول نجاوب عليهم سريع. سيدنا، هل تتوقع ما تفسير الجمعيات السياسية عن هذا المطلب؟ وشكرا. أنا أعتقد أن إحنا دائما نقول في المهرجانات وفي المسيرات طال الزمان أو قصر الشعب سوف ينتصر، أنا أعتقد هذا مو شعار يعني للمزايدات. اليوم ممكن تفضل أبو إبراهيم في البداية عن قراءته للتغيرات في المعادلات الدولية والإقليمية، أتصور يعني وبدقة أن النظام أولا على مستوى الداخل ما يملك خيار أنه يفلت من الحل والحل الحقيقي. أعتقد حينما أكدنا على موضوع الحضور، الحضور يا إخوة، يمكن أنا أضيف نقطة حين نسيتها، ترى الفرق بين 20,000 وبين 100,000 و200,000 كبير ترى في المعطى وفي الاعتبار السياسي والدبلوماسي في الداخل والخارج. أذكر كان في بعض السلك الدبلوماسي كان يقول إن الشعب البحريني تعب، تدري هذا متى كان؟ هذا في شهر 10 في أكتوبر 2013، يوم جاءت مسيرة 27 أو 26 ما أتذكر بالضبط، يوم الجمعة سبتمبر لو أكتوبر ما أتذكر، 50 دقيقة شاف هذا الحشد وهذا الموج البشري، 50 دقيقة عطوه 20 ما اقتنع ودوا لي أبو 50 قال تفضل هذا شريط فيديو 50 دقيقة والكاميرا ثابتة ما تتنقل وتفبرك وتركب، لا كاميرا 50 دقيقة ثابتة وهذا الموج البشري يمشي، تصور. فهذا دلالات كبيرة، هذا رصيد كبير، حتى أنا المفاوض إذا أروح وهذا شعبي وراي بهالحضور وبهالقوة أنا منطقي بعد في الصبر في الصمود في المناورة في العطاء في الأخذ والرد، غير يا أخي غير ما أروح لأربعة قرعان وراي، تعب مثل من أنت مثل من. فأعتقد أن موضوع أن النظام من خلال هذا الحضور وهذا الحش وهذا العمل المتعدد المتنوع، الحضور في كل الساحات اللي ذكرتها قبل قليل والتغيرات الإقليمية كلها، شوف حتى أنت لو قرأت مصر وقرأت ليبيا وقرأت تونس وقرأت الجزائر أو المغرب أو اليمن أو بقراءة سوداوية أو سلبية، ترى يا أخي هاي تعيش مخاضات الشعوب دي، هاي تعيش مخاضات، يعني هذه الشعوب لابد أن تنتصر، هذه الشعوب طلعت من عبودية زين العابدين بن علي وحسني مبارك، لن تعيش في حضن عسكر يستعبدها بعد. فأعتقد أن مطالبنا يعني النظام لا يملك إلا أن يحاور، لا يملك إلا أن يجد حل، وإلا كما تفضل أخي يعني التغيرات والتقلبات في الوضع الإقليمي والدولي
مهولة وسريعة، خصوصا في عام 2014 و2015. شكرا الأستاذ خليل. أحتاج بعد أنه شوي نضغط على الوقت. ما هو رأي الجمعيات في الميثاق واستحقاقاته بعد أكثر من 10 سنوات من التصويت عليه وثلاث سنوات من الثورة، خصوصا بعد بعض التصريحات البارزة عن ذلك؟ يعني لازم نفهم الميثاق شنو ومتى جاء الميثاق. ميثاق وثيقة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية في التسعينات. هذا الميثاق جاء على أساس أن تفعيل الدستور وتغيير الدستور في موردين، ملكية دستورية وإضافة السلطة التشريعية، بدل ما تكون مجلس واحد يصير مجلسين. أما باقي الأمور هو تأكيد على ما في الدستور العقدي 73، وساعات السلطة تقول أن هذا الدستور يسمو على الميثاق والميثاق يسمو على الدستور وما شاء. فباختصار شديد فهمنا إلى أنه هي وثيقة لإخراج البلد من أزمة سياسية إلى تفعيل شيء. هذه الوثيقة جاءت نتيجة ورقة في الفاضي في الفضاء وصوت عليها الناس، أو عملية متكاملة، بمعنى أن في تفهيم إلى الناس، في وعود، في توقيع أضم صوتي إليكم. هذا التوقيع على شنو كان؟ على أن سيادة الدستور، على الميثاق، على أن ما يتم تعديل الدستور إلا من طريق الآلية 104، على أن المجلس المعين هو بيكون استشاري فقط أو لا، على التصريحات اللي صدرت. كل هالعملية هذه جزء من الميثاق أو غير جزء من الميثاق. هذا الالتزام يكون من الطرفين، والله الالتزام من طرف واحد. يعني مطلوب من الجمعيات السياسية أن تلتزم بالميثاق، والحكم لا يلتزم بالميثاق، مو ملزم بالميثاق. العملية عملية أما أن تكون متكاملة أو عملية أن لا تكون متكاملة. في ما بعد 2014 إذا أردنا أن نحتكم يعني كلنا إلى الميثاق، نحتكم بأي مفهوم؟ إذا عند السلطة استعداد أن تقول لا خلاص كل اللي سويته أنا من 2002 إلى الآن باطل، أو مستعد راجعة وارجع إلى دستور 73 إلى الميثاق؟ هذا أول سؤال يجب أن تسأل السلطة. بعدين تجي تقول لي أنا كجمعيات سياسية ما قيمة الميثاق سياسيا بالنسبة إليكم، كيف تلتزمون بالميثاق؟ الميثاق يقول هذه المعاني المعينة في هذا الباب أو ذاك الباب، والطرف الثاني سيلتزم بالميثاق على أساس نقول أن المخرج في البحرين أن نرجع إلى الميثاق ومن ثم أن نعالج الأمور على أساس الميثاق. هذا سؤال كبير جدا. هل سنرجع إلى دستور 73 أو أننا نحتاج إلى صيغة سياسية وهو المطروحة حاليا، بحيث أن هذه الصيغة السياسية تأتي من خلال حوار أو عملية سياسية جدية، على أساس لا ندخل في متاهات ما الذي يلزمه الميثاق وما الذي لا يلزمه الميثاق. خب أتأمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما يصير. أما نأخذ الميثاق كامل أو لا نأخذ الميثاق مجزأ، مو على ما تشتهوني، مو يعني جزء نأخذه وجزء نخليه. سأبقى معك في آخر سؤال مرتبط ربما. ركزتم على الحشد الشعبي، السائل يسأل هناك مراهنة على الزمن عند السلطة، حالة تدمير، تجنيس كذا، إلى متى ستراهن المعارضة على الحشد كما عبر الذي تباهي به؟ إحنا ما نأخذ الحشد على أساس استفزاز لأحد أو إظهار قوة أو ما شابه. الحشد هذا على أساس أن نقول هذه المطالب لم تلبى، سيستمر الحراك إلى أن تلبى. اليوم لبيت المطالب، ما نحتاج أن ندعو إلى مسيرة. ناس بتعتصم بروحها، بتسوي فعاليات بروحها، كيفها، من حقها، وهذا حق إنساني ما حد يعترض عليه، لا إحنا ولا غيرنا، ما دام أنه يمارس بسلمية ومن غير تعدي على الآخرين. فموضوع أن إحنا نحشد الناس ليس للاستفزاز ولا حتى لإظهار قوة، وإنما لإظهار أن هناك أناس لهم حقوق، هذه الحقوق لم يستجاب لها، من حقها الطبيعي أن تمارس. ما هي أدوات الضغط اللي عند القوى السياسية؟ كل القوى السياسية عندها أدوات ضغط، هي هذه إعلامياً
دوليا يعني يتواصلون مع المجتمع الدولي مؤسسات. شنو اللي غير نظام الفصل العنصري في أفريقيا؟ غير أن استطاعت الحركة المسيرات السلمية وما شابه، وأيضا ما كان عندهم يعني بعض شغلات غير سلمية، ولكن اكتشفوا في النهاية أن هذا تدمير إليهم. ولكن النشاط كله بمجمله لم يتوقف إلا بعد أن أفضت المفاوضات إلى مرحلة انتقالية حسمت الخلاف وحسمت الصراع في جنوب أفريقيا في شمال إيرلندا. إحنا نفس العملية، إحنا ناس نطالب بحقوق، نطالب بكرامة، نطالب بعدالة، نطالب بحقنا في الشراكة في إدارة البلد، لن يتوقف إلا أن نصل إلى حقوقنا. أعطيكم مثال واختم به. المشاركة في 2006 لم يكن عنوانها الشرعية لدستور 2002 والبرلمان الذي أنتج، ولكن الظروف الموضوعية كان أدواتك في التغيير غير متحصلة من خلال ما يعرف الآن بالمسيرات وما شابه نفس الزخم. كان جزء من الأدوات التغيير أن تدخل وتشارك ويكون عندك نواب ويدافعون، وكان كل هذا الحراك بهذا العنوان. فالعملية المطلبية تستخدم أدوات مختلفة في بيئات مختلفة في أزمنة مختلفة في ظروف مختلفة. الآن هذا الظرف المؤاتي أن أنت تظهر عدد الناس المطالبين بالديمقراطية، استمرارهم، صمودهم، روحهم، عنفوانهم، أن كل الظروف هذه ما غيرتهم، فلذلك أن هذا سيستمر بهذا العنوان إلى أن تتحقق المطالب. شكرا أستاذ خليل. سؤال الأخير، من الواضح أن جميع المسيرات لها رسائل رمزية للداخل والخارج، فلماذا لا تتضمن المسيرات الكبيرة رسائل من خلال الميكروفون تعبر عن شعار المرحلة؟ طبعا هي مداخلة أكثر من سؤال، وأعتقد أنه يعني مداخلة موفقة، وقضية يعني أن تكون في كل مسيرة يعني محددة رسائل فيها، يمكن هي تنعكس أكثر في البيان الرسمي. وتلاحظون في البيان الرسمي لكل مسيرة في بيان سياسي رسمي يعكس شنو مطلب ورسالة المسيرة. بس أتصور أن هذا التنسيق والتناغم يجب أن يكون بين الميكروفون وبين البيان، يعني مهم جدا أن يكون فعلا تتضمن شعارات تجدد فيها، كما ذكر الدكتور طه، يعني تتجدد فيها الشعارات، أن تكون رسائل محددة وواضحة وكبيرة يعني. يعني وأنا أعتقد حتى يعني شوي الابتعاد شوي حتى عن الشعارات اللي أسميها شخصية أكثر، يعني تركز على قضية مثلا الحكومة، الحكومة المنتخبة، الحكومة مثل الإرادة الشعبية، مثلا دوار الانتخابية، القضاء المستقل، مثلا العدالة، تكافؤ الفرص، توزيع العادل للثروة، وقف التجنيس السياسي، وقف التمييز الطائفي والفئوي والطبقي وغيره، يعني من الأشياء الأساسية اللي هي تعتبر مفاصل وعناوين أساسية لمشروع الحل السياسي. فأعتقد أن الاقتراح جيد أن تكون في كل مسيرة، خصوصا الشعارات، أن تكون تمثل مرحلة وتكون واضح فيها الهدف من خروج هذا الحشد في أي مسيرة كانت. شكرا. شكرا سيد. 30 ثانية كلمة ختام. أنتم منتصرون، شعب البحرين منتصرون بعنوان إحقاق الحق لكل مظلوم وليس للانتقاص من حقوق أحد. إذا واصلتم بما قال سماحة آية الله بعقلانية، بسلمية، بحضور واعد ومستعد في كل مرحلة وكل مطلب، سننتصر إن شاء الله. وأكرر، انتصارنا يعني أن نحقق الحقوق لكل البحرينيين وليس للانتقاص من حق أحد. هذا مطلبنا وهذا ما سنحققه بدعم من الله سبحانه وتعالى وبنصر من الله، لأن الله ينصر الحق والعدل، والحمد لله رب العالمين. سيد جميل. شكرا. أكرر كلامي بأننا إن شاء الله منتصرون ومتفائلون جدا بالنسبة إلى حجم هذه التضحيات وهذا الحضور الكبير لهذا الشعب وحيوية هذا الشعب وصموده وصبره وتكاتفه وتنسيقه وتنظيمه ووجودك أكد ووجوده في كل الساحات وفي كل الميادين، ليس فقط الميدان، وإن كان الميدان الاجتماعي ميدان الفعاليات ترى هو الرافع لمطالبنا، يعني الحضور الحاشد في مسيراتنا واعتصاماتنا ومهرجاننا هي الرافع بالنسبة لنا في أنشطتنا السياسية والإعلامية والميدانية والدبلوماسية. فنحن كشعب
وكتيارات وكجماعات وكقوى معارضة نحتاج أن نتواجد في كل الساحات، وما النصر إلا من عند الله. شكرا، شكرا سيد جميل، شكرا أستاذ خليل، شكرا لكم أيها الحضور، شكرا لشعبنا الصامد سواء كان 300,000 أو زاد، شكرا شكرا حتى ينقطع النفس. ونتمنى أن حققنا أهداف هذا اللقاء وأجبنا على كل تساؤلاتكم. شكرا مرة أخرى، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.